اهلا وسهلا بالشكليطات كديرين لاباس عليكم امركم عانيا اش اخباركم وشنو كتعاودوا تمنوني عليكم الشكليطات راني جيتكم بواحد اللمره ديال القصه داكشي براني 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 غير واش تلاقي شي بر ديالاتي في حيت إيه قصه الليله قصه وانا متاكده بلي غادي تنال الاعجاب ديالكم قبل ما نبداو شكرا بزاف 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 على التعليق الزوينين اللي كتخليو ليا على لي لايك ديالكم ولا الرسائل اللي كتصيفطوا لي كنت في انستغرام راني كنشوفهم وكنقراهم وكيفرحوني بلا قياس راه ما تصوروش كنكون فشي حالات ربي اللي عالم بيا ولكن غير كنشوف دوك الرسائل قسما بالله حتى كنفرح شكرا بزاف البنات اللي كيصيفطوا لي واللي ما قراش المساج ديالها أه تسمح لي والله ومعلينا بغيت غير نشكركم قبل ما نبداو القصه ودابا عاد نقول لكم على بركه الله يلا نبداو قصتنا ياي انا راني متحمسه واش نتوما متحمسين م? واحد جوج ثلاثه اكسيون قدام واحد المنزل منزل اللي كيتكون من ثلاثه ديال الطوابق كانت واحد الفاتنة واقفه بالدورة ديالتها وديك الجريدة والفورما والجمال دايرة هيك فمها كتمضغ فيها وكل شوية تردقها هزة ساك في يديها ولبسة سروال جين مع قبية من الفوق وسبرديلة وكسكت على راسها أوف وحمزة وهبط الزمر حمزة طل وقال ورا ما لقيتهاش أمينة عقدت قالت وقالت قلب قلب شوف شوف سحت الناموسية بدا يقلب شو هو يطلع ليها السورت فيديها وقال ها هما لقيتهم يلا بغير ميهم وأنا نهز يدي بشجكتو وقف 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 بكي دخ بغيت ترمي لي ديال اه حمزه ضرب على راسو وقال اوف نسيت <m> <applause> انا غنزل دابا اختي العزيزه ونضرب على قبلك 32 درجه شدي قال لك يلا بغيت نغوت ouais <applause> نقول لا لا حساس بيهم اه واش غنقول لكم ما حسيت براتها غير ضربتها بواحد الجريه حسيت درت درت لف وانا اه يا ركبتي حسيت بشي حاجه تخبطات عليا يلا بغيت نبكي غير حسيت بالسوارت على كرشي وانا نضحك بحاجة شي عمقه وقلت اوف الحمد لله ما تهرسوش هزيتهم وقابلتهم مع عيني وانا باقا في الارض قلبتهم ولقيتهم سالمين وانا نهز عيني جيت حمزه اللي كيدير ليا كي كي كي, كي بالضحك وجاب التليفون وكيسنابيني وقفت قلت له غرب على امك غادي نطلع ليك هاني جايه هاني جايه نوريك يلا بغيت نطلع ليه حتى بدا التليفون ديالي كيصوني عرفت بلي الحان هزيت يدي غرب هاني هاني جايه صاحبتي قطعي قطعت ومشيت ركبت في سيارتي اللي كانت من نوع فيها تانسون عرفتوها كانت باللون الاحمر وركبت في بوبوشتي وحطيت ساكي في جهه الكرسي وسميت غاده سيكا غاديه في امان الله طلقت موسيقى خفيفه اللي تريح لي هاد الاعصاب اللي ركب فيها حمزه وشايب الله الناس اول يوم دراسي كيمشيو ناشطين ماشطين فرحانين انا نبات بهاد شفت قبيتها بيضا ولات كحله والشمس بدات كتطلع والصهد عباد الله وانا غير سمعت الدخول المدرسة دراسي تحب لي حتى الدخول الشتوي معاه تقول <تكلم> باك اوف بقيت كنعقد غو غير تفكرت بلي عندي ماريو لور وانا نضحك ضحكه شريره وقفت طوموبيلتي في النص ديال الطريق وانا ندور اش منك يا سبابط واش منك يا قبيات واش منك يا تريكويات فين ما نخرج كنهز معايا الحوايج ما كنردهمش للدار بقيت كنتخيل في داكشي حسيت واحد أسس خفيفه حيت ديك القبيه اللي مسخه ولبست شميز من الفوق جمعت شعري كحكة مهمله وكملت على طريقي تمنية ديال الصباح طريق عامره وكل شيء غادي بوليداتو داتو القرايه بقات بطلتنا كتلتق المسكه ومقابله مع الطريق ويلي عرفتكم على راسي ياك ايوا هي انا سميتي امينه وفي عمري حاليا واحد وعشرين سنة هاد العام عندي إجازة إجازة في الإقتصاد خصكم من نوع اللي قراي وليش ما نكونش قراية ونقصد ضروري نقرا مزيان باش نخدم سأنا أنا وندير مستقبل ياك يوم من ناحية الجمال ديالي شنو نقول لكم أنا زوينة أه لا ديالي مغليضة مدعيفة وكل حاجة في بلاصتها صراحة ملامحي قويين هكا شهبين وعاد نكملها سابغا شعري بالصفر بينهم يكون بديت كندم عليه ولي كان كنقادو ويلي ويلي طيح كتر من نايت اما نايت فاتيقي دار لي واحد الشهبية يرويقي وزوينة يو مالينا اختكم من ناحية الشخصية ديالها هادئة وانا كل اللي حكى لي القاني رزينة وتقيلة وحادقة وكانت التياب عشرة على عشرة وعلاش لا وانا ماما الحبيبه هي إيه اللي زيدتني الكوزينه وانا لا انا ولا اختي ملي كنا باقيين صغار نطيبو ونعجنو ونجمعو ونديرو كل شي شغل ديال الدار اه يا مهم ركبتي ركبتي <applause> كلنا نطلع طلعنا زوينين في العائله الا داك حمزه اخر العنقود اللي خرجينا من الجنب اه يا ركبتي حيت يدي من الفولون بديت كنحك في ركبتي حتى استف حسيت براسي تترم مع الفولون <applause> شنو وقع حسيت راسي وانا مصدومه شنو هاد توقع البنات غير وعيت بالامر وعرفت باللي وانا كنحكي على رجلي بركس على الكسراتور حتى دخلت في الطوموبيل اللي قدامي بديت نصفار ونخضر ونزرق غير بوحدي امنتي انا أه ري واش ندرت انا بقيت كاسه وكندور عيني انا ري شنو ندير دابا اش <applause> غندير عاوزه تسعيني في الطوموبيل اللي دخلت فيها اه هي الملك وهي سيدنا الطوموبيل غاليه ولا جيت نقدها ما بقيت بقيت نشوف ناري هاد طبعا دابا شحال غادي نقادها مرسيدس لابلاس ديال الخبيه بينا بينا بلي مولاها عندو الفلوس انا اللي خديت نقول ليه هو اللي قلت طوموبيلتي طوموبيلتي ما عرفاش جاتو ما السكر ديال ديك الطوموبيل وانا باقا كنهضر مع راسي حتى بان ليا الباب ديال ديك السياره تحل غير تحل وانا نحني راسي ودرت راسي ما كنشوفش كاع اما هو هو اللي كان سايك في أمان الله عقد غباش ومركز مع الطريق ما كيحملش السحام وما كيحملش الانتظار عينيه اللي كيشوف قبالته بكل تركيز لابس واحد تي شيرت باللون الأبيض وسر الكلاس باللون الرمادي و لا دوك كيكونوا كلاس حتى بوم اوكي حس بشي حاجه تخبطات هز راسو بسرعه في المرايه حسب انتو دخلت فيه شي طوموبيل عقد غباش وحل الباب وزاد تحس بكسر فاش بان لهم ما هبطش باش قرب خطوات ثابسة غير إيه شاف شكون سايق ويقول <applause> ومن وهو يقرب دق على زجاج السياره انا دوت راسي الجهه الاخرى غير باش ما نشوفوش ودرت يدي على وجهي مخبياه ناري ناري هبط ناري شغل ليه انيسه ما غاديش تحلي انا اللي غير سمعت صوته طيح فيا الناس وتخلعت دورت راسي بالعرض البطيء واني هينيك حيني غرف بلاستهم غير, غير هزت راسي ويلا بغيت نتكلم ويني 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 اشهد سيد اشهد الجمال يا ربي واش هاد كله في المغرب بقيت نطلع ونسل غير لي سيد بوغوس وانا ندير طق تغيير راسي ووحيد بلاستيك حتى طلقت شعري اما هو اللي فيها هو يطلع حاجب نزلت زجلت طوموبيلتي وقلت لهم مالنا اخويا ياكشي بس ما كنتش كدق عليا هانيه وكنسمع الكلاكسون لك مورايا هيت حيد اخويا خليني ندوز على الطوموبيلات كراكسوني فاروق عقد غباش شويه يقول واش انت منينتك قلت له شنو فاروق شاف البعيد جاتو الضحكه وهو يدور مخزر امينه وقال وقال اه 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 انا سرك دخلتي لي فطوموبيلتي قلت له انا بلا ما وجدتوش طبت عاشوره ما انا اخويا هذا الباطل فاروق لي خرج عينيه كان متوقع كل شيء الا ان عاد نكرو قال لي راني قلت لك خبطت لي طوموبيلتي طلعت في حاجه قلت انا شوف كاع حيد دفعت الباب وانا نزل غير شاف فاروق تشق صورة عليه ويشوف البعيد وحط على جنبه قال اللهم طورك يا روح بقات لي غير هاد نص متر ندار اما انا اللي بديت كنمثل مشيت طلبت على طوموبيلتي وانا خرج عيني وقلت له الله عليك يا طوموبيلتي الله الله عليك يا ببوش الله دغيا طلعت له وانا مخنزه قلت له انت 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 اللي ضربتي لي طوموبيلتي فاروق خرج يعني وقال واش نتا عمق ولا شنو راك انت دخلتي فيا انيسه قلت له انا عندك دليل يلا عندك دليل شوف راه والله ما تفك ما كان ما لي طوموبيلتي فاروق خرج يعني وقال لي انيسه واش صدري تهضري واقنت انت اللي دخلتي فيها صدري أنا كنت شنو؟ عسادر؟ فاروق قالي لي أم غادي عسادري شو فكرة يا طوموبيلتي زي؟ هزيت في الطوموبيل وقلت له إيوا مالك شري واحدة أخرى فاروق طلع فيا حاجة ويقول يقول آه هم؟ فهمت أنا شفت فتفراني بكل غرور وهزيت فيني وقلت له أم أش فهمتي؟ فاروق ضيق في عينيه وقال أنتي نصابة غير قال هادي يا ونتقد في الوقفة قلت له عاود 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 كيفاش آه وخرجت في ط... طول عرض وخير الله ديال الهضره بديت نعاير فيه وجمعت عليه الناس ولو الرجال كيقولوا لي انا نشيطان شيطان بنتي انا ني شيطان درت من بعد قلت له ياك عمي ياك نتوما الرجال اللي من جهتكم راه هو اللي دخل فيا و... و... وزيدها قال لك نخلص ليه الطوموبيل فارق خرج عيني وقال لي قلت خلصي خلصيها قلت لك غير تهضري شاف واحد الراجل وقال بالله عليك كيفاش غادي ندخل فيها هو؟ انا اللي قدامها رجع رجعتي بالدار بالهاني شتي طوموبيلتي صغيره عليا وبزاف عندك انت هاد الطوموبيل فاروق لي شاف فيها مطول شاف غير بقا يضيع مع الحجره والسيد حمقا بينا فيها الصعبه شاف البعيد ويقول هم. خبيه ومشى ركب طوموبيلته غير اسمه سوق اللي الهضره وانا نمشي لعندو كنجري ولكن كنركب وسط الباب خبط علي زوج هبط هبط نتا مو شوف راني ما فكش معاك ما لي طوموبيلتي كتفهم وبقيت نعير فيه أما هو اللي خنزر فيها هو يمشي مكمل على طريقه بقى سايق هو يقول وصيبك حلاها هادي السلطة سليها الصباح وكمل على طريقه أما أمينة أمينة اللي بدأت كتحاك فاش مشى والله لا هني خرجت منها سالكة سكت كضحك الحمقى هادي هي أمينة تحايل ودير من هنا لهنا لما يمشي داكشي شي اللي بغات وكلمتها مستحيل تحل الأرض شاف فيها واحد الراجل ويقول يقول <applause> صافي بنتي اسمح ليك درت عند الراجل قلت <applause> لا راني اللي سمحت ليه مسكين ايوا دري واش بينا فيه على قد الحال خليه خليه يمشي الرجل بقى مستوف امينه يتقول له نهارك مبروك عمي هي تركب طوموبيلتها وتمت غادة تلقات موسيقى ديال الحيحه وغدا السيدو كتحير غير وحديثها مررت يدير الفولون ضربك الحبيبه ضربك يا الحبيبه ديالي أو ديري عليا عليا يا داري يا ببوشتي لي هزا ليا رجليا أو بديت نضحك حسيت وقفت قدام الجامعة هبطت من سيارتي الله 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 بنت لي الدقة كانت شرطات لي من القدام جاب الله ماشي شي بشغاة كبيرة لا ملكي هزيت يدي نشوف ساعتي أمي متيمشى الحال هزيت التلفون اللي كان كيفيبري وانا صاحبتي قلت شنو كانت كتهضر بشويه قالت لي دخيا دخيا راه مشى الحال والحصه بدات قلت لها ما غير بشويه وهضره بجد نسمعك بقات كتضحك وقالت لي جي جي عندنا لك واحد المفاجاه قلت لها شنو هي سمعت صوت قوي قال انيونا غير سمعت داك الصوت وانا نترعد في حين هي اللي الاتصال تميز غاده وانا غير كندور بجنابي ووصلت للداخل وبليتني كسفر كل شي سدالي في القاعة ديالو مشيت انا نقف قدام القاعة جبت غير واحد و وقدت شاري هم؟ طبعا رد دخول مدرسة هذا أختكم خصها بين بوكوسا قربت انا ندق في الباب ولا من مجيب سقيل ياه شو ما حد عاود دقيت حتى كان سما واحد صوت قال دخل تميت داخلة مع الباب وابتسامة على شفايفي ابتسامة بريئة اللي سرعانة ما أمينة بسرعة باش بليها كالس غير شافها ويطلع فيها حاجب شاف فيها بصدمة وهي كذلك فاروق اللي كان محيد لافيس ديالو طلع فيها حاجب ويجمع يدي عنده وهو يقول هاتش كتير هنا نفس الجملة قالتها وقالت أميمتي هتاش كيدير هنا ما نكتبش عليكم يا البنات في ديك اللحظة شدتني اللقوة وما كنت جاي وانا كان جري تكيت على الباب وانا كان وانا كان فيه أما هو وليت الله فيها حاجب ويقول ألا لا فين رأسك داخلها خرجي قلت له ش ش ش ش ش شنو فاروق شاف ساسو وقال لي ما تلب عشر دقيقة أنت بالك غادي نقبلك عندي قررت انا محسبه وانا خنزل فيه وقلت له راه راه ماشي ب... انا اللي بغيت تلو. طلع فيه حاجه بوك قال بس انا لك لا اني لي ستور عندي عيني باقا ما مصدقه انه هو الاستاذ ديالي وزاد عليا بعد السؤال قربت انا نقول له... <applause> بصراحه استاذ غير واحد اللي كان بغل... <applause> كنقصد واحد العوار اللي دخل في طوموبيلتي ايوة وضربها ليا وقال لك حقه بحقه ما نقدتهاش ليك درت عند الطلبه وقلت لهم واش هادشي معقول ولا ماشي معقول اه ما حسيت بيه غير خبطتك المكتب ويقول ليا سكسينا انا لقيت قفص بلاصتي هو يحل ديك الصدفه ديال الشوميز دليل على انه مع السب. زي على ويطول فيا شوفها انا غير شوفها قلت غادي يجي دابا يرفسني عنقتها كي والله جيت خارجها حتى تكلم بواحد النبره قاصحه وقال لي دخلي واخر مره تعطلي حسيت فيها راسي وانا مصدومه بقيت غير واقفه وكنشوف فيه عقد غبا شفارق وقال تلقينا اخر لالا لا راه ما غاديش نحبس على قبلك انا يا وش تمك نسكي كنت كي داير هو اللي خنزر فيها مشات وكزات في بلاستها يتجنني صاحبتي وكديا شتعطيلي انت شتك شك تقولي ليه بادي مني عفاك الزمره بقيت جالسة وأنا معصبة في حين هو اللي دور راسه وبدك كيتكلم بكل جدية بدا كيشرح الدرس في حين أنا اللي قربت لصديقتي زهرة وبقيت مجمعة معاها وكنعاود لها شنو وقع زهرة قلت لي بالوجه هذا قلت قلتلو أه فاروق اللي سمع الوشوشات هز عيني هو رمقا عاوتاني هي أقد عقد غوباشتو وزاد مقرب لعندهم البنات اللي, اللي كانوا عايشين في عالمهم بقيت كنضحك ردتش على الروتني وقلت لها طيحت علي الباطل ما حسيت غير بشي نفس سخون ضرب ليا في وجهي انا اللي ضربت راسي بسرعه حتى تصدمت فاش الاستاذ فاروق حاط يديه بجوج على طاولة ومنزل عندي راسو غشتو انا قفز حتى سيدي على قلبي وقلت ويلي اما هو اللي واش مو قال شكون هضرتي يحسي لي هالباطل اه قلت له انا استاذ فاروق تحنا لعندي ويقول ركزي ولا خرجي ما تحاولش تشدي معايا تحت نقدر ندمر لك مسيرتك الدراسيه هو يبعد عليا هل انا انتقت هل انا تكلمت وانا كنت كنشوف غير فيه في ملامحه في شعره في عينيه في رموشه الطوال ما شاء الله بلا ما لقيت راسي كنقول ويني 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 اش الزين اش الجمال يا ربي كله غادي يقريني لا 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 واش هذا كله طيح حتى الباطل وانا كنشوف فيه حتى اقد فيا غباشو هو يقولي غادي نتحاسب معاك باقي من ستة درتي يلا بغيت نتكلم حتى عطاني بالظهر الحصه كلها وهو كيشرح ويتكلم كان كيشرح بواحد الطريقه خلات كل شيء منبهر به سرت الحصه وانتنا وقفنا انا اللي جمعت ساكي وتميت خارجه حتى كنسمعو قال وقال درت انت دراسي ما سمعتوش غاده سهره قالت لي راه لك الزمره زيدي ما فين نكملها حتى عاود نطق وقال راني قلت لك انت درت لعندو كتب معايا استاذ فاروق تك على البيرو ويقول لي ام استاذه شفت في زهره ودرت لها براسي تمشي تسبقني القاعه خوات وبقيت غير انا وياه تات تات قربت لعندو نجم يدي ونفخا شلاقمي وقتلو نعم فاروق تك على البيرو مزيانه ويقول لي خصك تقولي لي شي حاجه او لا لا جمعتي دي عندي وشفتيها بكل تكبر وقتلو ما فهمتش فاروق ناد من هلا البيرو هو يقرب لعندي وقال لي مم. ما عرفتش واخا انا غادي نشرح لك بخوتي بات عتا دري قلت له شنو حرك لي راسه وقال كيف ما سمعتي غادي تسا تدري مني انا شفت فيه وانا نقول <applause> واش نتا حمق ولا حمق اه غير باش نكون واضحين استاذي العزيز انت راك باقي ما كتعرفش شكون هي امينه هذه اولا ثانيا الحصه سالت وما منحققش لعب عليا الدور ديال الاستاذ حيت دابا ما كنجيك ما فاروق طلع في حجبه ويقول لي دابا ما غاديش تصدري دبلت فاويناتي وانا نقرب لعندو قلت ما غاديش نعتذر ضربات بشعرها ويلا بغات الدور حتى جرى من يديها وقال عارفه راسك ما عم كتهضري هزيت فيني وقلت له عارفه عارفه راسي ما كنهضر ومزيان ولكن باش نتا تقولي لي امتى نعتذر قلت لها ما نسمحش ليك قال لي برهوشه واش فراسك بلي ما عم حد تجرا وتكلم معايا هزيت فيها راسي وبديت كلوي في الخصلات ديال شعري بين يديا صح له بصح ايوا هاني تجرات تكلمت معاك بها شنو غادي دير فاروق طلعني ونسلني وقال لي <applause> راك يلاه بسم الله في الدنيا بنتي انا من كلامو. ش... ما من كلامه شنو زعما لهاد الدرجه بيني برهوشه قلت له منيتك شاف فيا ويقول لي مم. اصلا ما عنديش مع البراش اجي عارفة عمرك امم بينه الله عندك شي مم. 18 عام يمكن انت غير مراهقه متاكده بلي عندك ليسونس هاد العام انا خنزرت فيه قلت له ما نسمعش ليك تاعيني كتفهم ضحك ويقول لي ما هينكش. ولكن نصيحة سيرجع قراي الابتدائي باش تربي من جديد الاعتذار من علامة الرقي ولكن انت ما كتعرفي فيه والو هو يضرب علي بغمزة ومشى ما نكذبش عليكم في ديك اللحظة العافية العافية شعلت فيها ما رضيتش ما رضيتش وما عجبنيش الحال وما تسرطتش ليا مقسم سبعة بعيني حتى خرج وانا نخرج وانا كنا في على برا شفتني زهرة يلا بغات تتكلم وانا نقول ليها بعدي مني عافاك ومشيت دخلت للحمام طلقت الروبين بديت كنسرد في عنقي كان حس أفسي بالسخونية السخونية كضرب لي من راسي زهرة قالت لي وصفي يا زهرة انت ما تفقسش راسك قلت لي ما نفقش راسيك زهرة قالت لي صفي شو الله عاودي ليا عاودت ليها, ليها وبشوية بشوية بديت ما حتى بديت كنسى هزت العكر ديالي كنعاود فيه حتى دخلوا شي بنات قربت لعندي وحده كتضحك وقالت لي امينه امينه شفتي الاستاذ الجديد ديالنا نري يا اختي على التوره والجريده والسموريه والعدالات انا سيرت على زهره قالت وما تزيديش فيها صافا صافا اكلت بري يا اختي بوكوس وش فاسك بلي عندي 30 عام غير سمعت انا نعوج فمي وقلت الشرف الاخر زهرة نهدت وقالت قد <applause> احنا إيه <ده تصفيق> لي عارفين اما هذاك بوكوس ما حسيت غير بواحد القرصه اللي هي تابعه وقلت زهره زهره قالت لي غير كانت حكا حبسي خنزرت فيهم بجوج وقلت اوف زتو فيه صفاء قالت لي يا ورا اختي قلت لها يا على راسو وهزت ساك مشيت خرجت خرجت وانا مع دخلتني دخلت على اخرى وتما قريت ساعتين اخرى تاع الماده واحده اخرى سريت الحصة الصباحية ديالي وتميت خارجة وانا مجمعة مع البنات وصلت لحتى الباركينغ حتى شي حد محني على سيارتي اه, أه شنو هاد الشي سافق قالت صافي تبن صفتك صاحبتي في الانستغرام خلي ساكا تهدر دارت لعن سهرة وقالت ديما مالها سهرة قالت ما عارفش شو البنات اللي سبعو بطلتنا اما انا اللي وقفت حدا طوموبيلتي حنيت عيني وبلي يا. واحد الرجل لابس لبسه هكا ديك لبسه سالوبيت في الزرق وكيقاد في الطوموبيل قلت له اسمح <تصفح> لي يا أخوي ولكن شكون انت الشاب او نقول الراجل اللي كان في ديك العشرينات هز فيها راسه بابتسامه وقال لي كوني هاني اختي سافر راه المشكل تصلح قلت له تصلح ولكن انا ما قلتش قاد لي سيارتي ورميت عيني جهتك الشرطه اللي كانت وما بقاتش الشاب قال لي راه راه سي سي فاروق اللي قال لي انقذتها جمعت دي عندي وقت فاروق شكون يكون هذا شير لي بعيني الواحد الاتجاه دورت عيني بسرعه حتى كنرمقو اه اه لا 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 ما الله الله براسي غير مشيت بخطوات مسرعه يلا حل الباب وانا شدي الباب ديال فاروق اللي يلا بغيت لحفت موبيلته حس احس بشي حد خبط الباب دار هو كافر هو اللي سلخ من هاد الفاله حتى حنا عينيه فاش بنت ديك القصوره واقفه وعقده غباشها حتى يديها على الباب ديال الطوموبيل ومضيقه في عينيه وحتى على شفيفها فاروق طلع فيها حاج بدا لي براسو شنو قلت له ليش بغيت توصل زعما فاروق شاف وقال <متحك> وضحك لهم كاستاذه عقدته باش له. طلبتك اه مع من تورت حتى قديتي لي الطوموبيل سي فاروق ضحك ويقول ماشي انت اللي درتي فضيحه وطيحتي البطل باش نقادها ليك أه؟ انا في اللحظه يا البنات حسيت براسي صغيره وحسيت براسي ما في فتفصله وما رضيتش ما طلبتكش كتفهم ما طلبتكش فرقت ضحك وقال وين يكن غلط وصلحت لك الطوموبيل اوبس كان قصد انت طلقت معها وانا حشومه نردك خلاني هو يطلع في أرمي ارمع لي داك الكلام بحال قرطاس اش غنقول وكانه رمى الملحه في عيني تصفت وبديت غير كنت غرب وحديسي. أما هو اللي طلع طموبيلته من بعد ما ضربها لي بواحد غمزة بقيت واقفة وأنا كان بالصدمة حسب أنت الطموبيلته كتبعد ما حسيت برأس غير كان برجلي في الأرض وقلت غادي نقول لك غرب اللاتي صافا قدرت عند زهرة وقالت هادي مالها زهرة قالت ما عرفتش ومشاو البنات كيجريو عندها صاحبتي مالكي انا باقي نعيني على المكان اللي دازت منو سيارته وزير رسالات كي وقلت مالي <applause> دابا تشوفوا مالي غير بلاتي البنات يلا نمشيو نتغداو وبديت كنضحك وسبقتهم وانا كنفرنس وكانهم موقع والو زهره اللي بقات غير مصدومه من هاد اللي عندها انفصام في صنف الشخصيه ركبت في الطوموبيل وركبت حدايا زهره وصفاء ركبت اللور دوزت لابيل البنت خالتي قلت ليها فليفله افينك جميله قالت لي وانا جالسه كنبريباري قلت لها نوضي تقعدي نوضي تقعدي يلا نمشيو نتغداو جميله قالت له والله الا فيا الجوع قلت وهي داكشي اللي كان مشينا طرقنا جميله من المدرسه ديالها دايره لانفيرميري ايوا جات هي تنزل زهره حتى خلات لها الطريق منين دوز عاد باش طلعات كيف شفتو ببوشي عندها غير جبيبان قالت لي يا الببوشه ولكن جا معانا قلت اه لا تعايروا ليا شي الببوشه ديالي بقات كتضحك زهره وقالت وكنت شفي راه دارت بها كسيده جميله ضربات في خطها وقالت أناري آه اري ضحكت وبقيت كنعاود ليها البلان اللي وقع وهي غير كي كي الضحك وقالت لي ناري في ضحك ما غاديش وقفنا قدام السناك اللي مولفين كنتغداو فيه وهبطنا كل واحد شنو خدا وبقينا كناكلو وكنضحكو ودغيا نسيت الفقصه اللي فقصني الاستاذ ردت البنات كل وحده لدارهم ووصلت لتربتي ديالنا يلا كان باركي سيارة ديالي حتى ضربها لي البراشش بالكورة هبطت وقت لهم عملة ونشدكم بقاو كي يضحكوا فيا ما تنساش عليهم صراحة يلا جيت طلعا الترب حتى جا عندي واحد الدري صغير من دوك يلعبوا بالكرة وقال ليا ختي أمينة أختي أمينة هو كي جرني من رجليا درت لعندو له أش محمد محمد قال ليا أمينة راه حمزة كيلعب واحد الحاجة خايبة قلتلو حمزة باش كيلعب قريب لعندي ما لفتس ورا كراها دوك لي كبال ديال الدرب عطاوها ليه قلت له هويلي أه كي هادي بدا يوسف ليا ضربت فخادي وقلت ما انت على الصغبي ولا كيتقرقب ما حسس براسي غير مشيت كنجري للدرب اللي نعت ليا فيه محمد محمد اللي غادي هو يقول لي اللهم اللهم نسيتيهم تخربلي شي غادي حمزه اللي كان جالس مع الدراري وهاز ديك البكيه كيقلب فيها ما حس غير بختو اللي جراه من قبيتو جرتو قتلو يا المسخوط هذه ضربت الوالد فيك ها حمزه اللي تصدم وقال اش كديري انت هنا محمد قال انا اللي عيط ليها حمزه قال غتمشي على نمشي البرغوش غادي نضربك محمد جات تخشى راجلية وقال لي ما تخليش اختي امينه يضربني ما تخليش وانا نقول ايه بعد من الدري الصغير اش في يديك ها غير قلتها ليه حمزة <applause> لا. قلت حمزه ولا مزنق وقال لا لا والو اختي قلت له طلق لهنا ما بغاش ولا نجر ليه غير قريت اش داكشي تما ولا نتصدم قلت له استغفر كانو كانوا جالسين تما كلهم حشموا وحابسين الضحكه ولو حمرين اما حمزه بقى غير كيدور في عينيه يلا بغى يهرب تشريتو قلت له فيها <applause> في غره فيها هيك تستناك المدام في الدار واش امك قتلك لك بغيتي واريس ها على قلة لافوكيال تقول لك حمزه قال ورا خسر غير عطوها الدراري قلت له لا عطوها لك الدراري توقع بغيت تغصص بنات الدرب كاملين ياك حمزه تزنا وقال والله اختي ما كنت غادي نشرب داك الشيء تزيد قدامي المعفون ما جمعتي تاع سروالك بقى غير ياك ياك الحمار وانا نقول ما تسيدي عسى الله فوق صباح وليل وتميتو غادي بيه في الدرب شوهته والدراري كلشي كيضحك تمينا طالعين في الدروش وانا كنتفع فيه ست قدامي حمزه دار عندي وقال لي الميمه الميمه امينه ما تقولهاش للوالده كنقولها ليها على فايت كنت واش انت ما كتحشمش باقي صغير في كاد الفعايل والله حسيت غير الدراري اللي عطوها ليا وقالوا لي جرب شتي متوره قلت له باقي تعاود حمزه قال لي والله ما درت حاجه باش نعاودها

شفت داك دوام مطول وانا نخبيه ساكي قبل ما تشوفو ماما ومشيت لاتني شالي بيسي حتى تساكت باش خرجت وقلت ماماتي ماما اللي كانت في الكوزينه يلا رمت واحد المسمنه في المقله لا 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 هي المسمن وانا ندور ديك المسمنه وقلبتها الشهر باش طيب قلت لي غسلت يديك بعدا هي المعفونه قلت لها ما نقيين ما فيهم والو وبقيت كنضحك ايوا مالينا تعشات العشيه وقلت اجمعنا الجمعه واحد الطاجين كان جاني حار وقلت حار عفاك حمزه الماء حمزه قال لي نوضي ليه شفت جهت بابا اللي ما هدرش وانا شفت قلت له حمزة جيب لي اخويا ولا نجيب لك واحد دوات تشربو زوين حمزة غير سمع هدرتها وارفها بلي كتهددو بدك دوات اللي قتندو هو انو على دواتو مش جيب لي هالما شديت من عندو الكاس وانا كان قليلي السم حتى ترجل على الرجل كان قتلو ايوا مزيان وهاد المبنيين شنو ندور وقلت اه ماما فين هي رانيا ماما قالت لي راه قالت لك ما قداش تعشى ايوا قلت اه مزحتكم حمزه مزح معاك تبلا خويا وانا نمشي دخلت عليها لبس بلا دقان هادي اختي رانيا كبر مني ب سنين وخدامه في واحد البنكه حصلتي يا شايبيه راني كنت خلعتيني وردت تلفون ودنيها تخبطت على هذه وقلت فين عزيزي وبدك بدا كيضحك وقال لي فين ولا هذه رانيا مخطوبه الواحد الشاب صراحه ظريف الله يعمر ليه الدار والعرس ان شاء الله غادي يكون هاد الشهر بقيت جالسه جماعة معاهم ثلاثه في الاخير مشيت لبيتي صراحه ماشي مشيت راني اللي جرات عليا ايوا دخلت لبيتي وشعلت الباسي وبقيت كنراجع اوف صراحه ما فيش لي قريخ قلبت على ومشيت كنتفرج في المسلسل وهكا غادي نقولو اصبحنا واصبح الملك لله صباح صباح جديد باحداث جديده بالضبط في الشقه الشقه اللي كانت سوينا وراقيه وفراشها عشت اسري كان واقف قدام المرايه كيرش من عطرو المفضل عطر يا سلام على ريحه شعرك حمق قد الكل ديال داك اللي كان لابس ويهز ورد يا سيارته وخرج من الغرفة نيشة للمطبخ المطبخ لقى الدنيا كتصفر حل الثلاجة هو كيصفر وجبة البيت وداك التخربيق بدا كيقد الفطور ديالو بكل شهامة اش غنقول لكم وغير تخيلوا لي انتم الدورة والجريدة كطيب في الكوزينة لا لا قد فطور صحي وفطر عاد باش هبط ركب سيارته مشان نيشا بإتجاه واحد المطعم او بالاحرى كافي اللي كتطلع للبحر كافي راقيه وزوينه دخل دور عينيه وشاف الحركه كيفاش غاده ووقف في الكونتوار وقال سعيد كلشي مزيان سعيد شافو ويقول مرحبا مرحبا بسي فاروق فاروق حرك لي غير ودور في البلاصه ومشى دخل وجمع حسابه نيشا للبنكة دخل وهو يسلم براسو رانيا غير شفتو هي تبتسم حيث حيت ليان معروف عندهم وكل ثلاث ايام كيجي يحط الفلوس مشاو وعطاها الفلوس ورانيا كانت كتصرف مع عادي يعني بطريقه رسميه عزيزة وفي نفس الوقت عزيزة عليه ليه كلشي وقالت له هاك السفارق وقع فاروق قال اري اختي ورقة وقع ابتسمت ليه نهارك مبروك حرك لا غير راسو وخرج حكى لها وقال غريب تفكر أمينة وجا الشبه بيناتهم وإذا يكون غير تخيل وغير جاب الله ولا بصح جاوا تشابهو شاب سايا ويتردك الأفكار ومشى باتجاه الجامعة داز على داك ستوب في كندرفع أو بالأحرى هي اللي دخلت فيه وهو يضحك به السيريا وكان <applause> حمقى والله لحمقى حمقى وكمل على طريقة توصل الجامعة وقرأ الحصص دياله بقى جالس في حين البنات اللي, اللي كانوا مجمعين حدا الحصه بحكم عندنا الحصه عند الاستاذ المتعجرف تفو حمله قاعد ندخل نقرا عنده زهرة قالت اجمعي راسك راكي عارفه بلاد العم هو الاخر الاجازه خصك تشديها هاوش تما قلت لها عرفت وحنت راسي اخر بقى في تليفوني اما الداخل عنده هو اللي كان هاز التليفون ديالو وكيتكلم مع الوالده ديالو يا إيه الوالده كوني هني غادي ندوز لا شريفة قالت إيوا ما خشي وليدي زدتي فيه بقى فيه باقي على برا كنقولو ماشي مشكل ولكن نفس المدينة وما باغيش يتسكر معانا فاروق قال الله يهديك الوالدة راكي عارفة عارفة بلي مولف بوحدي غادي ندوز الوالدة راه غير الجمعة كنت كسكسو لا لا شريفة قالت إيوا صافي يا وليدي وأنك ما تدوز فاروق حكى على اللي كان عطيه الالم وقال كوني هانيه الوالده قطع مع ماما الاتصال ودريت على راسو كان ضارو بلا قياس عارف حيت البارح كان البرد ما مزيان بقى فلدك الحال وبداو الطلبه يدخلوا واحد ورا واحد صفاء قالت اي ما الاستاذ شد فراسو في حسيت فيه نص وما فيهم مشي جلست هو اللي غير عرف لقاها عمرات وبدا يشرح ليهم غير ان راسو عطاه صداع الساف بقى كيحرك يديه على راسو وكلشي ساكت مراقبه شاف فيه واحد الولد وقال استاذ واش راك بخير فاروق شاف البعيد وقال راسي يدارني دارني صايت <applause> لي على الاساس باش يجيب لي شي قال هي... واخا استاذ دار عنده واحد البنت حداه وقال هي واش عندك شي كينا ديال الراس البنت حركت لراسها بنفي هي تنقص صفاء وقالت بجهد <applause> امينه امينة أنت ديما كتجيبي دولي بران جبتيها فاروق هز جيتها وبدك وبدا تفعلها فعلها أنا اللي خنزرت فيها وقلت لها واخا تكون والله علاش شتها قلت لي غير قلبي زهرة قلت لي قلبي مالكي مسمومة ما. راه كيشوف فيك حليت ساكي على سادي وهدي وبديت كنقلب على دولي بران يلا بغيت نعطيها ليه حتى ضربت أويلي فديك الفياكرة اللي جاب خويا بقيت نشوف فيها وانا نهز عينيا عاود تحنيت راسي وعاود هزيت عينيا قلت <applause> لا عندك بلاش تراجم وست هو استفزني رقصها استاذ وانا نجبد واحد الحبه وقلت له ماشي مشكلة غير هاد الحبه اللي بقات فاروق شافها مطول ويقول له <applause> لا ماشي مشكل هزيتها انت تقع من ديك الهيبه ديالتها وتميت غادي لعندو وانا كندور في الشكل ديالها اول مره نشوفها كي دايره وصلت لعندو انا من تعاليه وقلت له هاك فاروق هز الكينا وقال لي انت كدا هادي ديال الراس حيت شكلها مختلف قلت له آه. <applause> لا 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 راه ديال الطاليان داكشي علاش كتجيبها لي خالتي من برا ايفيكاس قال لي ام واخا خد هاديك الكينا ورماها في مو ليها قرعه ديال الماء انا يما كيشوف فيها وانا كنضحك واحد الضحكه شريره شاف فيا ويقولي ويقول لي كان شكرك ليه <applause> بالعكس مرحبا أستاذ قال لي ما زعما نقدر نمشي عطيت ليه بالظهر ضحكه شريره ومشيت جلست بدات الحصه او بالاحرى كمل الحصه هو كيشرح كانت عندنا عنده ساعتين فاروق اللي في الاول كان طبيعي ورا غير ما كيزيد يزاد عليه موقفش غير هنايا وانما السيد حس بالسخانه في داسو. حيد ديك لافيست وبقى غير بداك التيشيرت اللي كان باللون الابيض بدا كيشرح وكل شويه كيمسح على وجهه حس بواحد الشعور غريب حس بداتو تنملات عليه وشي حاجه ماشي سالت تما كان كيكتب كي وما قدرش وقال <applause> شكون اللي نوض قد التمرين قالت لي واحد البنت انا نوض نادت ديك البنت اللي سبارك الله كي كانت دايره بقات كتكتب في الطابلو فاروق اللي بلا ما يحس القرسو كيتلهى وينسلها بواحد النظرات ما كتبشرش بالخير العن الشيطان ودغيا بعد عينيه عليها وحنا راسو الارض وبدك يلعن في الشيطان ويقرف في الذكر اعتذر منهم ومش خرج نيشان الحمام بدا كيسرد عنقه وكيسرد وجهه وباقي كيحس بحالته ماشي تما بقى كيشرب الماء وغادي جاي وكيفكر شنو يقدر يكون واقع ليه شنو هاد الرغبه اللي جاتو لعند الشيطان وباش رجع الحصه ندخلوا باقي السيد كيحس براسو مشنق اما امينه اللي غير كتشوف فيه وكدير كي كي, كي, كي بالضحك زهره اللي ما فهمها والو قالت كتليها واش فرص بلا حتى غير سمعتني هي دابا لا فخاتها بجد اش كتقولي هز فاروق عيني جيتنا. وهو خنزر فينا مع كان معصب اضرب في البيرو وقال خرجوا عليا حسيت فيه عيني بصدمه هو يشوف فينا وقال خرجوا ما نقصنيش صداعكم ومرة يدي على راسه لي عطيه صداع انا لي مرضيتش لقيت كنجمع كتبتي وانا مرضياش درت عند زهره وقلت ليها شتي شتي قالت ليا لي ضريف عطيه كينا ديال الراس وبقى كيحل فمو زهره قرصتني كتير نص من تركي بغات تمشي للحبس عطيه ديك اللي كاينه منين جاتك غادي نخرجو غتقولي منين جاتك هو اللي كانوا معصبين وكاع وقال... قلت لكم برا خنزرت فيه وتمنى عبد مع دوك و بشويه عليا كانت هوج امينه اللي كانت لابسه واحد سروال في البيج معاها واحد لافيست كلاس ودوني من التحت هبطت كتبقى قبل صندال الطالون ديالها حتى وصلت لتحت فاروق خنزر فيهم بقا نتبعهم بعيني وتقربت لعندو بشعر... نضرب شعري وقلت واحد <متحدث> كلهم قالوها دار الخير ونساه وانا لها من سلو ومشي ومشيت خرجت فاروق اللي شافها وعرفها كتقصد زعما حيت الكينه وفي الاخر هو عليها بقى بها بعينيه ما يرجع ويقول ويقولها صافي غير بقاي حيت بصح كان راسو وهي وخا استفزع عطات ليه ديال الراس السيد اللي بتسكت كتبقى فيه شوي عزني حسب ديك يلا دور عينيه جهز التابلو باش يكسب حتى تبلوكا يديه باقا مهزوزة على التابلو حس في اللحظة بحال شي جوج ودنين كبار خرجوا ليه من راسو حس براسو حمار بودنين كبار استرجع أشوقا فشطت لي الكينة بيديها من تتقعها من بلاسها وفاش قلت له هاد الكلام يطلعو نسلاسو وفاش كانت كتضحك ومقابلها بقى كيتفكر غير وعلى الأمر وعرف ليه راها منحوب عليه هو يولي حمر وزير على يديه ترى بلي كانوا قبلينه ما حسوا بغير غير شدك الفترة ويضرب به الطابلو ومشى خارج من تما خرج هو ساهر كل أخطوة كيخطيها كتسمع ستف في الأرض خرج وغادي وكيدور في عيني وكيقلب عليها حتى رمقها غدا في الكولوار أنا اللي غدا وكان ضحاك وقلت <applause> مسكين كان شوي غادي يغتصبنا كاملين زهرة قالت ليا ويلي قول حمزة تا هو كيشرب هو اللي طاحت ديك الجملة بحال العافية فوق راسو فاش تأكد من شكوكو وأنا كنضحك قلت ليها ها هي ها هي يلا بغيت نوريها ليها مساك ما حسيت براسي غير مجرور من سامي أنا لست راسي بخلعة هو يبان ليا كون من غيره الأستاذ فاروق فاروق اللي جرني من يديا هو يقول <applause> ليا قلبت عليا قلتلو شنو كتقول نتا شاف فيا واش نقل ليها العنقي بقى حتى تخنقت وقال شنو كتقلبي انا تخلات مني زهره دفعات وقالت له بعد منها اسد وش فاروق اللي هتيدي ويدفع زهره حتى جابها الأرض وجرني من يديا وتمغادي بيا وانا كنت نتر منه ولكن السيد حلف له وطلق مني حتى وصلنا الواحد مكتابة هو يدفع الباب ودخلني طلق مني حتى كنت غادي نجي للارض هو يدور ودور السوارت لذاك الباب انه غير شتو كي كنت بديت كنترعد دورت عليه في المكان اللي كندير بحال شي مكتب عاود شتو شنو باغي نتايا هو كان عاتني بتهر زير على البواني بيديه وغمض عينيه وعاود حلهم هو يدور ضل عندي وبدا كيقرب خطوات قيرة هو كيقرب وانا كان بعد حتى تخبطت مع واحد البيرو درس وراي وعاود شفت فيه بقيت قرب مني وليت الله فيه حجب ويقول يقول علاش ما ها؟ علاش ما غتوصلي كتب ما درت انا والو فرق كلمه درتي والو ها اش كينا اللي عطيتيني قلت له كينا انا بالله وشرع معاك من على هذا بطل خويا فرقت طلع فيه حجبو ويحطي يحط يديه بجوج على خسر وقاليا لي بطله شكون اللي معروف عليه استيح البطل؟ وحنا عينيها جهة سترها لعن الشيطان وعود شافيها وعم مركز على وجهها كتب بعد مني يلا اختش بغيت ندوز ما حسيت بغير خطف ليا ساكي من يديا قلت طلق طلق ساكي لهنا فاروق ما فيه فيها ويش الساك واش تقول وجه في الارض حتى طاحت الكينه غير الشاور نغمض عيني اما هو اللي تحنا وهز ساكي في يديه اس في عيني وقال لي اشنو هادشي كتب آآ آآ غير تخلطوا ليا ما حسيت بيه غير قرب لعندي وهو يشرني من خزري وقال مزيان <applause> لا مزيان ملي عليا شفت فيها غراب هو يتقرب مني اكثر وحتى يدي على خزري وقال لي نغتصبك او ما غتصوري مني والو فراسك بلا عليك الشهود دابا باللي انتي اللي عطيتيني ولا درت اي حاجه ما دلومينيش. انا كلامو اللي خلاني يلا بغيت بعد حتى هسيتيه ورد شعري اللور وبداو كيهبطو لي لافيس ديالي انا اللي تخلت قلتلو من بعد بعد شنو كدير هو اللي ما سوقش ليا زاد حنا لي لافيس وبديت كنغوت حتى حطيت على فمي وانا كنغوت ولكن صوتي ما كيتسمعش حيد لي لافيس وزاد تقرب مني كثر امينه اللي كانت كتغوت وبعد بعد مني بعد ما جيت فين تكملها حتى شاف فيها مطول ما قدرش باقي يثبت راسو وقرب قرب هاي غادي يقبلها هي اللي استراك يطلع وينزل بالخلعه وكلها كترهد غمضت عينيها اس عليه شي ضحك ضحك باستفزاز ويقرب لودنيها وقال <applause> واخا مشغل فيها قرا لي توكليني واخا ما عرف شنو ما غاديش نحطي تاع وحده بحالك حيت انت ماشي نوحي المفضل انا اللي ترتق عيني من هاد الكلام بقيت ما قفزت غير على الباب اللي تخبط بقيت بوحدي في ديك المكتبه كندور عيني وانا كنترعد لا لا يمكنش شنو هادشي وقع زيرت على وانا باغا نتصدى من هادشي اللي وقع هل انا باقي عندي الوجه ألا أنا بقي عندي الوجه اللي نشوف فيه تشوهت 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 ما كنتش مخططة هاكا. كنت قلت غير شفافي فيه, فيه وغنخرج في حالاتي حسست أقتمشوها مشوهة وبنت ماشي غير برهوشة بنت شي حاجة كتر خرجت من تما من بعد مجمع تساكي. بلي ما جمعت ساكي ما كانش حسو وصلت للباركينج وما كانش سيارتو عقدت غوب هشي ومشيت لها تلتو موبيلتي ما كانت عندي القناة ندير تشي حاجة ومشيت شال الدار غير سديت عليا بيتي وبقيت نبكي آه بقيت كنبكي بحال حمقه وانا براسي ما عرفاش علاش ولكن ما رضيتش ما رضيتش من هادشي اللي وقع ليا معاه فين ما كنحفر ليا شي حفره كنستقانا اللي طايحه فيها في واحد الحي اللي كان راقي وزوين دار كبيره كتالف من ثلاثه ديال الطوابق وهاد السطح بالضبط السطح حاشا واش نقولو عليه سطح كان مفرش بواحد الطريقه راقيه كبير وعليه واحد الخصة في الجنب ودارين من الجهة الأخرى دي فوتوية هكا رويقين ودارين دوك البولات وداك الفانوس كيبان واعر كان جالس كل من الحاج والحاجة وبنتهم وليدة كيلعبو يلعبو وولدهم الكبير مجمعين على برد ديال اتاي وفي اقساط وداك براني براني فراني حتى شويه كي تسمع في الباب الحاجه شريفه قالت فاطمه افاطمة فاطمة جات كتجري وقالت انا عمل لا شفتها وقالت عاف فاطمة محلي الباب قالت واخا هبطت فاطمة هي تبرك على واحد اللعيبة وتحل الباب عرفتوهم ياك المهم هو اللي طالع. مبدل مسكتف على الحاله لابس روال جين وواحد وجاكيت ديال الكوير بحكم العشية محرك البرد مشات طلعت السطح طلع ويدور وقال جمع الحلوه هنا غير شافت الحاجه شريفه هي تفرح وقالت الله الله على وليدي جا انتق اشرف وقال بالك ولدك نقزت تاع لامي اياد كل ياك الوليده وانا بقات كضحك وقالت يا ودي كلكم وليداتي غير هذا كيغبر عليا قربو يبوس الماما يديها وراسها قال الحاج وبس لبا يديه وراسه جلس حداهم مبقاو مجمعين افراد العائله والوليدات كلابو جالسين جلسه مغربيه بامتياز هذه دي العائله ديال فاروق عائله اللي مغربيه بعقليه مغربيه وناس الجود والكرم الحاج اللي معروف الحاج كبر وقرا وليداتو حتى في ذاك المناسب اللي بغا هما ناس ميسورين الحال واحد اللي لي خدامين حتى هما هزينهم. ما علينا بقاو جالسين ومجمعين وتعشاو بالشوا عاد باش كل واحد مشى شاف فيه خوه هو يقول اش بالك مشو القهوه شاف البعيد وقال يلا نيت ما كاين ما ركبوا بجوج بهم في السياره ديال فاروق وما توقفوا حتى المقهى ديالو شاف فيه سعيد ويحرك لي ليه غير راسو ومشى وكلسو من عازلة أشرف شعل قاره ويشوف فيها بنص وقال بقى ما غيعفو الله أشرف قال ما زلت القلم رو ويعفو الله وبقاو كيضحكو مالينا علينا هز القارو وبدا كيكمي فيه وفاروق كيشرب من القهوة ديالو شوية ويتفكر شنو وقع وعقد خو على يديه شاف خوه وقال <applause> أشرف أشرف قال نعم فاروق قال شنو من الحواري ديال فياكرا أشرف بدا كيكح وقال أش بغيتيها شوف بحكم الخدمة ديالي ما نصحكش بيها شوف شي حاجة طبيعية حسن خنزر فيه نيتك ما تنساش بلي راني ما نحتاج حاجة من ذاك الشي أشرف ضرب عليه وقال عاود عاود أخويا أستغفر الله هاد الكلام شاف فيه هو يقول علاش اشرف باش تعرفو هو طبيب داكشي علاش سولو بقاو كيتكلموا وما حت براسو حتى عاود ليها شنو وقع اشرف اللي جاتو ليه ديال الضحك بقى يضحك 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 حتى كاع في القهوه ضروا فاروق طلع الدم ويقول اه ما تنتمنيش على عشيري اشرف قال لا 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 صافي اسمع وبدا كيشرح ليه وكل شويه كتجي الضحكه ويبدا يضحك خلاصة القول ندم فاروق اللي عاود ليه شاف بعيد أشرف ويقول شتي تيزا فاروق شاف بعيد ويعوش فما وقال إلا زينة زينة لراسها، شاف فيه ويقول وغا كان فاروق تنهد ويقول له صراحة تقعد كتجد بالعين بقاو الخوت مجمعين مع بعضياتهم في حين عندها هي اللي سدها لها عبيصة وباقا عايشة في داك المسلسل ديال الهنود مرة تبكي مرة تضحك حتى دخلت عندها أختها وبقات س... كتعاود ليها شنو وقع هي تضرب على فخاتها وقالت ويلا أنا مسخوطة هادشي كلو درتيه كتا رانيا ما تندمينيش رانيا قالت لي ما تندمينيش واش عرفاش راجل راه خطر ما فراسوش واش راكي هزيت كتافي لها انا اصلا ما نسحب لي راسي برهوش حتى تخرج بطريقة داك الاستاذ المتعاجري قلت داير وبدات نبكي راني قلت لي ويلي على الحمقى وعلاش الدموع قلت لها ما عرفتش وبقيت نبكي حتى جراتني عندها وبدات كتحسر فيا ايوا مالينا هاكا دازت 3 ايام 3 ايام امينه ما مشيتش للجامعه نهائيا غير باش ما تشوفوش باش منو جا غادي تشوفو وهي حق دراسها اما فاروق اللي لاحظ غياب ديالها واخا ما سوقش بزاف حيت بيني وبينكم كان تعال عليه الدم منها ومن فعيلها اما عندها هي هي اللي واقفه قدام المرايه كتقاد وتساوب وتنتن غير بوحديتها وماما واقفه عند الباب وقالت ايه تقداو داكشي لوستاتكم قلت لها صافي ماما كوني هانيه والله ماما قالت له عندك تدير لي شي تحشيمه قلت لها ويلي انا لبست وتكديت لبست واحد سروال هكا اسود عريض من تحت توبو خفيف ماشي جين ولبست من الفوق واحد التيشيرت بالبيض وسبرت في البيض وطلقت شعري واحد لافيست وزيت ساك حمر في يديا صافي خرجت من الدار ومشيت نيشان البنك عند خسي دخلت وبقيت جالسه كنتسناها كتسالي مع الكليان حتى كملت هي تنوض وقالت يلا مشينا يلا ايوا داكشي اللي كان خرجنا وكيف قلت العرس ديال اختي راه ما بقاش ليه بزاف قالت لي غادي عشر ايام هكاك ايوا مشينا عند الخياطه وشفنا فين وصلتنا في التواب وزنا تقدينا داكشي اللي خاص حتى انا في الكوفر وانا نحل الباب ودرت سمتها وقلت اختي سخفتيني رانيا قالت لي واش حال فيك ستية ودابا نوقف معاك حتى في عرسك قلت لها ما نفكاش ما تزربيش علي بهاد والله حتى زدتيني نتغدى بلاصه راني شفت في ساعتها وقالت لي أدرى ماشي وقت الغدا قلت لها ماشي سوقي لا لا اويلي السبعه هذا انا راني شفت شي من سعين وقالت أممم باغا تقول ياك انا عارفك ما في الدار درت عندها وقلت ليها ودابا اش فيها الا غديتي اختك صغيره ها انتي كنتي مودافه اختي انا غير طالبه راني نتفاتني وقلت لي اختي لسانك بري منك حكيت لك الاستاذ فيك انا غير جبدت لي الاستاذ ولا غو غباشي وحدة عسل الزاج تمينا غادي المسافة ديال الطريق حتى توقفات قدام واحد المطعم اللي على البحر هبطنا من السيارة ومشينا دخلنا عليه قلت له شحال زوين رانيا قلت لي ويا غير واحد صاحبتي اللي براتو ليا وزادونا مولاها راه كليان ديالنا قلبت لها قلت ياه هي يا. سيد كيدخل العاقة ايه دابا هاد البلاصة شحال تكون كدخل ليه في الشهر بقيت كنشوف فيها بحال شي غبية كنتسناها تجاوبني رانيا قالت لي سيري سيري هادو الاسرار ديال الخدمه ما كنخرجوهمش قلت لها كنس بك يا اختي وفيه بزاف ملكي راني دبلات عينات وقالت لي كل ماشي وفيه كم يجي حبيبي هيثم متزوج يتزوج بيا قلت الكلاب لي اوفياء الكلاب ونسي رانيا ضرباتني وبقيت كنضحك مشينا وجرينا كرسي وقسنا في البلاصه هكا في تيغاس جاتنا السرباي وخذينا الطلبيه ديالتنا حط لينا الحوت وداك التخربيق وبقيت كناكل شحال بنين وانا كناكل ومستمتعة بالجو حتى كنهز عيني بعفويه وانا نتستم فاش بان داخل وجا الكرسي قلت فواحد الطبلة خشت وانا خرج عيني وقلت اش <applause> كيدير هنا راني اللي وقلت لها مالكي قلت لا لا والو راني طرت ونشرح قلت له ما تطوريش هزيت داك المعني جاب الله كان باقي حدايا وانا نغطى به راسي وبقيت كنحاول نتخبى فاروق اللي كان حاني عيني لتلفون ديالو حتى التليفون وهز عينيه كتمنظر في البحر حتى كيبان له شي بنت جالسه دايره شي حاجه على راسها سرب علاش غادي تكون حاسه ضيق في عيني وبقى كيشوف كي هي تبان له حيطه المعني وشافتيها بنص عين غير شافتو كيشوف جهتها هي طرد المعني دغيا أما فاروق فاروق اللي قل لها وقال وش هي شافيها متول جاب ليها الضحك كيفاش كتخبى دغيا دخل غير من التليفون والكاميرا سي ديال مطعم ورجع بديك نص ساعه قبل حتى بانت له هي اللي داخله ضحك وينوت ناد مشى دخل داخل اما هي اللي غربه ليها ناد قلت الحمد لله راح تلمعني وقصصك تاكل كتاكل وهو يقشعها من الداخل ضحك وقال حمقى والله لا حمقى مشى سعيد وقال سعيد اكتب بلا ما تخلص من عندهم سعيد قال امرك السي فاروق فاروق وتسم ليهم شطلع اللي عنده الفوق فتوك الاثناء البنات اللي ناتو باش يمشيو عيط السرباي ويقول بصراحه كلشي خالص شتوي غراب راني ارتس بستامها اليد الاخرى وقالت كيفاش كلشي خالص شاف وقال الباترون قال ما تخلصوش راني عقدت غو باشا هي كون هاد الباترون شير بيتي وقال كيف كاين في المكتب ديالو قلت له على الباترون ديالك نشوفوه سعيد قال لا لا قلت عيطنا على الباترون نشوفو ياك ما شيخونا ولدات لينا ماما تودر شحال هادي مزيان تبارك الله شفنا في النقا تاعينا عمرنا شفنا بحال الشيء سعيد اللي تستم حيت عارف فاروق مزيان ماشي من داك النوع اللي فيه هاد الحركة الرخاص مشاو حيت الفاروق في حين البنات اللي مشاو دخلوا لشي تلاكيس وما معصبين بقينا واقفين وتما هون داخل كانوا جالسين فيه العائلات والناس كياكلوا حتى قبل لي مع الدروش هو بدكتورة التورة انا اللي غير هزيت راسي وانا تستم. تستمت وتساقت باش فاروق اللي هابط طلعت ونزلتو بدك اللباس ديال لابس ما كي كيقربو البخفان ديالو كيتغرغل خلف اعماقي وقف علينا وجمع يديه وقال <applause> بغيتوني انا غشتو وانا نقرب لعندو قلتلو انت انت باش من الحق مخلص علينا ها فاروق لتدم اما راني خرجت عينيها راني قتليها لي سكسي قلت مني قربت لعندو قلت له ياك ما بنالك باش تخلص علينا شوف اخويا رد فلوسك الجيب كتفهم هو اللي بقى كيشوف فيها بصدمه قال عارفة راسك شنو كتقولي راني قالت اسمح <applause> لينا بزاف راه كيفاش سمح لينا كتطلب منو السماحه شوف انت الا كيتسحب لك غادي طيح البنات الحركات الخاص ديالك كون هاني استاذ حيت إحنا بخيرنا وخمرنا الحمد لله كتفهم فاروق لا قد باش يقول أمينة صلحى فمك وزيدون ما خلصتش على قبلك أو بالأحرى ما رحبتش بيك نسي دار عند رانيا ويقول <applause> لا لا رانيا لا بس عليك أنا اللي تستمت كيفاش لالا رانيا هذا مني كيعرف أختي يلا بغيت نهضر يسخن في وقالت لي أمينة زتي فيه دارت لعنده وبدأت كتتكلم معاه وسلم عليها في حين أنا اللي بقيت غير مصدومة حتى تعبت هذا هو الباترون كيفاش الاستاذ هذا الغيستورون ديالو بقيت واقفه في القنت وانا ما عاجبني حال اما فاروق اللي حرك لها راسه ويهز عينيه وخنزر فيا واتاني بالدهر هنيه قالت لي هادشي اللي بغيتي ها اش ما كتعجبنيش وين كتعرفي انت قلت له على داك الاستاذ ديالي غير قلت لها هذه الهضره هي تقول لي ولي شوهتني مع الراجل ويلي هذا ولد اللي فيها كره حركت لها راسي وانا خايفه رانيا كنت زيدي قدامي زيدي هي تزيدني قدامها وانا غير يا راسي ركبنا في الطوموبيل والطريق كلها ورانيا كانت عليا وفين غندير انا وجهي وجوه تاني مع السيد وانا غير ساكته وكنتسنت ليها حتى وصلنا للدار وطلعنا من كرين ماما اللي كانت جالسه وخالتي تاعي عندنا في الدار قالت هذوك الدرايرات رانيا قالت هذيك اللي ما كتحشمش بنت ليا لي جميله بنت خالتي جالسه قالت لي راه زين كتبتي مني ومشيت دخلت لبيتي بدلت حوايجي خرجت لعندهم انا لابسه بيجامه ولقيت رانيا باقا كتنكر جميلة كتية لي عاودت لي اختك قلت قدام ماما قلت لا راه عاودت لي غير انا هاي 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 الاستاذ صدق تيتيزا صدق ملاحق الحق قلت لي من سكت بيتي ابقى ستيا بقيت جالسه وانا جمع يدي لي تقرب جميله قالت لي دابا بالعقل راه لا دابا الحب قلت لها الحامضه كي هي اللي بقات كضحك قالت يا ماما تشربي قهوه حركت لها راسي وزيت الكاس ديالي كنت كنتسنت الاحاديث ديالهم اللي كانوا كلهم على الحرس والطيابه والضياف داك الشيء وانا غير حانيه على تليفوني ما حسيت براسي غير دخلت سه. للانستغرام وكان كتب سميتو عارفه راسه فيه يمكن خصني نهضر منو منه قيت سميتو وبديت كنقلب وانا نتاحل الكونت ديالو كونت اللي كانت فيه تصويره واحده بقيت كنشوف كنبركك دخلت كنشوف شكون داير ليه لايك ولا كومونتير كانوا كلهم غير دراري ناري واحد ينسك في الاخر بقيت نشوف انا خرج داير متابعه غير دراري على عكس البنات اللي كانوا اش نقول لكم عندك الزريعه تما ايوا ما علينا بقيت كنسوق كنبركك في داك الكونت عاود دخلت لتصويرتو بقيت كنزوم عليها كانت تصويره ديالته و... وسط البيسين وديس عنقه العنق بقيت كنزوم وكنشوف ما حسيت غير طق وزلقات ليا جام وانا ندير ليه قلب تصويرته غير وانا نقول بلي 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 شنو درت انا وبركت الدغيا باش نمسحها حيدك ديك اللايك وخرجت هاربه من الكونت ديالو بالنقص من هذا منه منو ما يهضر مني حتى التليفوني وبقيت مجمعه معاهم نط وانا في الجلسة ودخلت لك فواحد الطرح ديالي مسمن وبقيت كنمرغ فيه الزبدة البلدية والعسل وما كان غير كور وهذا العور وانا كناكل حتى وصلني ميساج جميلة اللي كانت كتلعب في التليفون ديالو كتفرج في التصاور خرجت عينيها وقالت لي فاروق سيت فيها راسي قلت شنو راني طلعت فينا حاجب قلت لها ميساج غير كتلي لي وانا تطبقت لها شكسخربقي نتيا انت رسم هذا التليفون دغيا وماما وخالتي غير كيشوفو ما والو غير شفتهم سفت ليا ميساج والمنفار بديت كنت هاد ويلي هذا هذا منين جاب ديالي علاش غادي سفتلي ليا ميساج عقلي بدا يفكر ما ندخل الميساج في اللحظه راني طرات لي التليفون قالت لي راني نشوف لهنا كتهضري معاه ما كنهضر شخصي هي تبرك على الميساج دارت لعندي وقالت يا قصد الحفانه تكتب ترك لي في الكونت ديالو قلتلها ار لهنا نشوف اش كتب انت طلعت التليفون ونلقاه كاتب اوه اش وصل الانستغرام ديالي لعندك عند فاروق فاروق لي دخل دارو ليه دوش دوش وخرج للكوزينه هو قال واحد العصير وبدا كيشرب فيه شعل التلفازه وتسكى في الكنابي وبقى كيشرب وكيتفرج في واحد البرنامج وثائقي حتى وصلت شي نوتيفيكاسيون في تليفونه هز التليفون في ديك اللحظه حتى كيبان ليه شي وحده داخله باسم امنيه دارت له لايك ولكن دغيا مسحاتها غير انه عقل على السميه ندخل بسرعه تباها حتى كيطلع كي له الكونت ديال شي بنت صبغة شعرها بالزهر هكا زهر برك عليه وبدا كيزومي او يطلع حاجبو قال <applause> لا دخلت الكونت ديالها وبدا كيتفرج كانت خمسة 15 تصويره هكاك بقى كيتفرج فيهم وكيزومي عليهم تا هو دخل كيقرا كي في لي كومونتير عقد غبشتو وحس بقربة تسير عليه فاش ليه الدراري عندها تا الدراري تا هما زعما دراري و زوينين الشيء اللي شاعل فيه النار النار ديال الغيره بقى كيشوف كتساور التصاور وكيفكر فشحال من واحد غادي يكون شافهم بالنظره اللي شافهم هو نظره اعجاب بقيت كنقرا في داك الميساج وانا وليت اما البنات اللي داروا لي كي كي كي, كي بالضحك وبقاو كيضحكوا عليا ما رضيتش حيت قدامهم وبنت بلي كنت كقلب على الكونت ديالو رانيا قالت لي اخ منو نوعيني فيه قلت لها الزمره دخلت غير باش نعتذر منه رانيا غمزت جميله وقالت نسات تعتذر ياك قلت لها امم واخا هي تدخل وبدات كتكتب قلت لها تلقى هنا ماما ما هدري معاها حلفت لي عطاتني التليفون حتى دخل حمزه وقلت له حمزه هضر مع هاد السمره حمزه اللي جاب بسرعه وين طلع التليفون وعطاه ليا قلت العزة خويا اخويا دخلت خرج عيني فاش لقيتها كاتبه كان هضر دغيا مسحت داك الميساج حيت باقي ما تصيفطو قلت ليها منيتك والله الا كانت ليه رانيا قالت ليها كبري عقلك شو شويه عادي كتبي لي اسمح لي على الموقف اللي كبيره جميله من جهه واختي من جيها ودغيا قنعوني وبصح زدت فيه زدت فيه وتبرهشت اللهم من شويه بعقلي دخلت المساجات أما هو اللي بنتو كتكتب حتى شوية ما ما صفت و... مصفت هو يلوح التليفون وحتى يديه بجوج تحت راسه وبدأ كيفكر كيفكر في اللحظات اللي جمعوهم بجوج وكل شوية ليه شي ابتسامة حتى سمع جاء ميساج هز التليفون ويدخل كانت كسب ليه كان صدر على دكشي اللي وقع هو اللي غير قرأ الميساج وكأنه رضا غروره كبرياءه ورجولته شفتك الميساج مطول ويت في التلفون وما جاوبهاش آه وش مش نقول لكم سيدة غدا جاية غدا جاية وانا مالي ودددا وما علاش الأستاذ فاروق خلى لي فيو ما جاوبهاش حتى شوية وهي فاروق تليفون ديالو دار متابعة الحساب ديالها حلفة بحلفها لدتلي دارت هي المتابعة زعما وطلع لا فيت هي ما غاديش تصيفط لي انفيتاسيون ايوا ما علينا هاد النهار على ابدالنا وصبح صباح جديد باحداث جديدة امينة اللي مشات وقرات عند فاروق فاروق اللي كان كيشوفها غير نسعين وهي حني راسها كتكتب وهكا داز اسبوع ايه اسبوع اللي داز اسبوع تلهدنا بالاستاذ فاروق والطالبة امينة امينة اللي دخلت سوق راسها وحد دروسها ولكن ما شي من دوك النظرات اللي كتبات ليا والاستاذ فاروق فاروق اللي فمي يهز عينيه جيتها كيسها فيها وغير تهز عينيها تشوف جيته ويهل يتلفهم دغيا خلاصة القول ما كان غير شوف فيا نشوف فيك بالبرقوق أح اه والله لا تشهيته <applause> مالينا اليوم يوم الجمعة وبطلتنا مشات بجلابة جلابة ايه بازي باللون الخزي تلقات معها شعرها ودرت معها سنديرة ليها ومشات هزة البسة ديالها غير في يديها فواحد سك ديالو دخلات الحصة وهي داخلة باروق اللي كان حاني على التليفون حسه هز راسو هو يرمقها غادي كتميل بخسرها غير شاف السيد داخ داخو تلفات ليه القبلة وبقى غير نسبها بعينيه بلهواه غير شافها صافي بغيت ستة بغيت ستة وياكلها طلعها ونسلا بدك الشعر الشعر لي سابغاه وكيفاش كتبان دوك الحروف اصلا هي حروف شهبين بتناسو وحمقاتو وخاتمها بديك التكحيلة في العينين داك لاكيك الخفيف بقى غير متبعها بعينيه وكيشوف فيها في حين هي اللي جلست جلست وانا عقد غباشتي زهرة قالت لي ريش قرطاسة قلت لها بعدي مني كاع حملت الحالة اللي أنا فيها رغاء حيت كنا في دار العريس قالت لي هي كنتو اليوم قلت لها مشينا تغدينا عندهم وصافي قالت لي واش زوينة قلت لها صافي خليني قربت لعندي وقالت لي أمم الأستاذ فاروق كيشوف فيك أنا غير سمعت سميتو قلبي مشا وشا عيني بسرعة جيتو ويبان لي هاني هاني جات التليفون بقيت كنشوف فيه حركاته وتصرفاته سرعان ما هز عيني فيها فيا غير الزمن انت اللي بعيني دغيا وانا متوتره اما فاروق اللي تنهد ويحتدي على قلبه وقال غير تهدنا ولدي هو يشوف البعيد وسات بضعيق هسة راسو بعفوية حتى تأسب فاش واحد شاب مشى وقلس حتى من الشعر الاخرى وكي حاول يتكلم معاها وهي اللي كتجاوبو كتضحك خشفتك المندر النار الغيرة شعلت فيه وما عجبوش الحال نهائيا بقى قبلهم عينيهم صير على يديه وكيف شو شنو غيكونوا كيتقاولوا بدات الحصه هو كيشرح كي غير ان فاروق ما كانش على برجو كان مع السب ولا ابسط حاجه كيغوت كي عليهم وينسر قلت لي ساره ويلي مال الاستاذ قلت له ما عرفتش يعني بحيله مع السب فاروق عاوتاني اللي يسمعهم عاوتاني كيهضروا وطبعا ما غاديش يسكت شاف فيهم ما يقول انتي زهره قالت انا استاذ حرك راسو بنافي وعرفتو كيقصني انا هزت فيه عيني وقلبي كيضرب ما مساعدتش عاوتاني يقمعني حيت هاد المراه غيبقى فيها الحال شاف فيها لي امينه لما تكون هنا قلت له اه علاش يا استاذ شافيه وقال انت اللي مصدعه داك القنص قلت له... لا بالعكس قال أنا نوضي انا غير سمعت داك القدام كحلت بلا ما ما نقص فيه شفت عيت وانا نهز البس ديالي والوراق ومشيت كنقرقب بشويه حتى جلست القدام هو غير بانت لو جالسه قدام وما كان حدا حتى دري هاد السيد ارتاح ليه البال اما زهرة ضيقت عينيها وقالت لا لا لا, لا 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 شي حاجه تما كيبان الاستاذ تا كيطيح أدري اللي قال شنو سهرة قالت له لا والو خايه ماشي معاك بدات الحصه وتاهم واحد التمرين وبدا كيدور عليهم امينه اللي كانت حانيه راسها وكتكتب في ديك الورقه طلع فيها حاجه فشافها ما جايباش تفتار ويقرب لعندها وقف لها فوق راسها السيده اللي كانت حانيه راسها كتكتب قال لي فينا هما ادواتك حسيت فيها اني قلت له اه بصراحه ما جبتهمش فاروق طلع في حجب وقال كتقول تقولي هكا ما قلت له غادي نحشم عادي طلعني ونسلني وقال لي واش القرايه انا صيرت على يدي قلت راه كنت فعراده داكشي علاش جيت بيها اصلا كتا ولا كاع نغيب فاروق حط يديه بجوج على الطبلة هو يحن عندي راسو انا يا حسيت في عيني هو يقولي بهدوء جلابه مشيتي الجامعة أنا تخسمني مني عينيه ورموشه ورموشو بلا منحس نحس لقيت راسي ساهية فيه في حين فاروق اللي تلها ونسلها غراتو بمندرها هو يلعن شيطان أو تشفيها ويقول مرة جاية يجيب أوراقك باش لك عندك حركت لي غير راسي هو يبعد عليا غير بعد ترتاحيت نارك غادي نتطا ايوا مارينا سالات الحصه وبطلتنا خرجات هزت عليها جيت فاروق بلا ما كيشوف شي ساي تاقد غباشه وكملت على طريقة غادي للدار وكنفكر فيه علاش كنفكر فيه علاش بغيتو يشوفني شنو زعما حتى سيدي قلبي وقلت له لا ما يمكنش كون كنبغيه بدا التليفون ديالي كيصوني وقلت وي رانيا قالت لي غير غير النقاشه غادي تمشي قلت له لا 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 عافاكم تسناو جاو العابات رانيا قالت لي جاو راه عطيناهم باش نحيحو ابتسمت مشيت ني دار شفت فيها زهرة وقالت لي ياك باقي ما مشات قلت لها طلعي لداركم دغيا جبي حوايجك وخلطي ليا اللي كان تعاشت العشية وبطلتنا نقشات جديداتها النقاشة كت نقش ليا في اليد الاخرى وانا جالسه كنصط عليها لابسه فراشه اللي كانت زوينه وراقيه كانت باللون الاحمر وجات مع الفورما ديال كتهبل صافي خليت شعري هاك هكاك متلوق وانا نهز تليفوني ودرت تصويره للحنه وانا حتى في ستوري وكتبت الحنه ودرت اغنيه زوينه لحد ستوري وبقيت كنضحك ايوا يوجهوا البنات صحاباتي النيس واختي وصحاباتها وبنات العائله وجميله وكل شي وحمينا هالطرحه وما كان غير شطح وهك بالك وهك بالك مشيت عند جميله قلت لها ربي ما ليش فيديو بهاد القفطان راه عجبني حيت كنت بدلت ولبست واحد القفطان ايفازي هكاك بداك القهوي ايوا بقيت كنشطح غير شطح خفيف وكنصفق بيديا قالت شتي قوقه قلت لها قول والله قلت لي فن قلت لها صافي صافي حطيه لي في ستوري حطات لي داك سناب هذاك الفيديو هكا في ستوري ديال في الانستغرام وكملنا الشطيح ديالنا ورديه اما في مكان اخر عنده هو اللي كان جالس عند عائلته بحكم يوم الجمعة وما تلقاش الوقت باش يتغدى معاهم حتى المخدة على يديه وهز تليفونه طالع نازل شو هو يدخل الانستغرام ما دخل يدع لي هي الاولى طلع حاجة بحيث ما حتى عزها دخل ستوري الاولى هي تبنى الحنة بقى كيشوف فيها وفي جداسها وفي السباغة هو يضحك حتى السيد غير على ستوري تانية السيد صافي تسنك تقعد في الجلسة وحس بحروق وكي يتنفخو العرق بدك كينزل ليه سافو وكي داك الفيديو الفيديو اللي عاودو أكتر من 8 ديال مرات بحكم انه كانت فيه خمس ثواني غير شافو بقى كيف كرشح ما حد غيكون شاف داك الفيديو تعصب وحس بالنفس ديقالي هز التليفون ديالو عاود كيشوف داك الفيديو هاد المرة بدا كيشفي بكل حب إعجاب وهو ما حس براسو غير دخل ويكتب ليها آه الغدر بدا شوي عاود كتب مساج آخر وقال نقصي من هاد فرتات مسحو وعاود تكسبو وعاود مسحو بدا كيف يتقرب منها ما كلاش نفرها منو من دابا لحليها سنارة وغيشوفها واش غادي تجاوب معاه ولا لا بقى شحال هو كيتسنى على الميساج ساعة سيده كتشطح شكون داها فيك الاستاذ فاروق ايوا مارينا تعجت لاشية وامينه ضربات ديك الدجاج المحمر مع راسها وحرقتها منعطه ومشات طلعت لبيتها بدلات سلاح حوايجها ولبسات بيجامه وجميله وصحابها سحتها بحكم بيتي معاهم انا اللي حطيت تليفوني في الشارج حيت طفالي بقوه التصاور التشارجه ديالي 15% وانا نهزو البنات ما بقش خدمه بالتليفون وهو في الشارجور عافاكم وما بقش بيتو في شارجر صافي هذه المناسبه نقولها ليكم ايوا معلينا علينا هزات السيده التليفون ديالها وشعلاته حتى بداو ترن 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 لي نوتيفيكاسيون كيجيو وتعنب ديال الدراري ويلي ويلي قضيه زاهيه وهي مزكية وكتقى في المساجات ديال الدراري وكتضحك <تضحك> اني والله الا اني بعد الدراري وانا كنزل حتى جمعت الضحكه فاش بان ليا استاذ فاروق ميساج شفتو جميله وهي تشهق وانا خنزر فيها حتى سكسس باش ما يسمعوناش البنات دخلت للمساج غير قرات المساج هي تقول جميله بالضحك يا الغدر بدا وبداو الناس كيضحكوا على داك الترند ديال داك الفيديو لي شنو نجاوبو وقلبي كيضرب قلت هذا ما بقاش عنيبه قلت لها هاد الزمره هادي لي كتبي كتبي لي كيفاش كتبت له كيفاش فاروق لي غير في المساج ديالها هو يضحك ويقول لي ما بقيش لبسي بحال داك اللباس او بالاحرى ما بقيش حتى بحال دوك لي في ستوري داك شخص خصي شخصي غير قريت داك المساج وانا ناقض غباشي وفي نفس الوقت بقيت كنضحك جميله قالت هالغيره هالغيره الغيره ها الغيره قلت لها زعما قلت لي شنو ليه قلت له ايوا انا ديال راسي وندير لي بغيت ايوا تنكون محسبه على شي واحد ديك الساعه تيقول لي شنو ندير فاروق غير قرا المساج ديالها ويضحك ودوز ليها ابل انا اللي كنتسنى الرد ديالو تفو طلع ليا فيو حتى شويه كطلع ليا لابيل إيه. كي صوني. جميل قالت يعني لي شوبي شوبي البنات دوره ثاني خرجت خرجي للبالكون بقيت كنضحك وانا ماشي كنجري وخرجت للبالكون قلت له الو فاروق اللي قال قالوا كان متكل على الكادر ديال السرير ديالو والابتسامة على شفيفه قلت له أستاذ فاروق هانيه فاروق ضحك وقال هانيه ايش غير نصوني لك باش نشوف واش درتي التمارين ديالك ولا لا انا اللي خرجت هيني قلت له كيفاش فاروق بقى كيضحك وقال لي غير كنضحك معك لاباس عليك قلت له الحمد لله وانت فاروق قال تسعر الحمد لله كنت ساكتة ويقولي يقول لي ايوا كيفاش بلان كنتي زعما قلت شنو فاروق قال لي ما ديش نمسح ديك ستوري بقيت كنلعب بشعري وانا ندور عيني قلت له ولاش غادي نمسحوها زوينه فاروق زير على يديه وقال لي، هم؟ عرفنا على لا زوينه حيت جاتك زوينه داكشي علاش قلت مسحيها قلت له وعلاش زوينه خصني نخليها فاروق حكى على الحيسو ويقول وانا حش ما بغش يشوف لي, لي فيها غير قال لي ديك حاجتي ضربني الضو ضربني الضو دخلت قتلو ما فهمتش فاروق ضحك وقال لي ما الوقت غادي تفهمي غادي تفهميني يا امينه قتلو خليك نخليك دابا صافي فاروق اللي ضحكت تعرف حشمات ويقول غير هزي راسك قتلو كيفاش فاروق قال لي بس لو شويتينه أعرفك كتحشمي انا اللي عطيت على شفايفي ويقول صباح الخير قلت له صباح الخير قطعت الاتصال وبدا قلبي كيضرب ما متيقاش هذا الشيء اللي وقع وهكا وصل يوم الحد والسبت ما قراتش يعني ما شفتش الاستاذ فاروق وهو ما لها لا مساج لا فاروق اللي كان في القهوه حسب داك يصوني ليه الحاج افينك ولدي فاروق قال الحاج راني اشرف ما نجيش معاكم الحاج قال أولدي حشومة الناس كبروا بينا وكنعرفوهم ضروري خصك تمشي فاروق قال واخا بريد غادي نجي غير نبان ونمشي ركب في سيارته ومشان نيشا على بارتمون ديالو لقى الطاقم ديالو حطو ليه خوه ويضحك وقال كدير فراسك اشرف لبس واحد الكوستيوم اللي كان راقي وسوين باللون الاسود بينو بحال شي عريس جا كيحمق وكيفتن واللي كان مميز ان ذاك الكوستار كان كلاس في نفس الوقت سبور طلع مع شهرو وقد لحيته اللي حسنها و ورش من عطر ودرساته مع واحد اللي بغات الرقيق تقاد و وهبط داز على شي وحدين حدا في العمارة بقاو غير مسبعينو بعينيهم الحين هو اللي غادي يهز راسو هز ما مسوق لحد ركبت في اللي كانت مع مرسيدس وما توقف حسن للترب ديالهم هز معاه ختو وولادها بحكم راجلها ما غاديش يحضر ومشاوني جنب باتجاه القاعة اللي غادي فيها العرس اما في القاعة القاعة اللي كانت عامرة والعرس بدا والناس اللي كيشطح اللي كيغني وكله فاش ملهي اما هي هي اللي كانت غاده هنا وهنا وتمشى هنا ولهي بحال شي فراشه قاع الأعين عليها وما كيناش لي ما تمنهاش لولدها هي اللي كانت كدور بتكشيطها اللي كانت باللون سرق غير تخيلوا لي اللون سرق مع الشعر شهب كيفاش غادي تبان دايره واحد ميكاب زوين وراقي بينها كيوت و بريئة هذا كتمشى وبشوي عليها كل شويه تسكشي تحسي بان رجيلة سال بويد اللي مسبوغين باللون الاحمر وديك الصنداله الذهبيه اللي في رجيلات والخرخه اللي مذهب مخليه كل شي حاضيها وهي اللي غادا تسخر هنا ولهيه حتى قربت عند ماما يا هاد البنت كلسي كلسي راه غادي شي حوينا علينا غير خصك قلت ياك ماما جات زوينه وبديت كندير بيدي لرانيا زعما جيتي بوكوزه ورانيا كضحك راني اللي كانت جالسه في البرزه حدا رجلها اللي توا تبارك الله الموشان لابس جبادور وكيبان كيبري ماما كتهضر معايا حتى شافت جهه الباب تقول ليا سيري 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 خليني نرحب بالناس يلا بغيت ندور حتى جات عندي جميله وجراتني نرقصو في الباب كانت داخله العائله ديال الحاج اللي مستقبلهم الاب ديال بدالتنا دخلوا وعلى قبلهم داروا لهم والو واحد استقبال بالدقيقيه في الباب عاد باش دخلوا لداخل حطوهم في البلاصه المخيره وكبروا بيهم وعلاش لا والحاج يعني الاباء كيعرفوا بعضياتهم من زمان وصحاب في نفس يعني في نفس الخدمه جلسوا بقاو مجمعين ولا شريفه مجمعه مع ام بطلتنا اما واحد خونا اشرف اللي كان كيكمي على برا في دوق الاثناء زهره اللي كانت عاد جايه حيت على الكوافوره وهي داخلة حسسها هكرة لي رجلها كانت غادي تطيح كل ما أشرف اللي شد فيها بسرعة هي اللي هسا سوي ناسها بتقالة هي تشوف عيني غير شافتو يسحن هيني دغيا أما أشرف اللي طلعها ونسلها ويقول <applause> غرب شوي عليك زهرة حشمة صرت شعرها وراودنيها وقالت <applause> له شكرا بالصفة خويا ومش مكمل على الطريقة نخلي أشرف غير متبه لي ندخل أشرف ومش هجلس في الطبله وبدا كيدور عينيه ويقول تلاقيت مع واحد القوقه في الباب ما ليك شاف فيه خو بروده ويقول <applause> اللي ضربك ضربك على هذا الشيء علاش مع الواليد عرفتني ما عنديش مع العراسات اشرف قال وغزه هذا ياك طحيني عينيك على شي وحده فاروق ضحك وقال انا صافي وتخيرت بقى مجمع مع خوه يتكلموا في دوك الاثناء ماما اللي جراتني وقالت لي اجي نوريك واحد صاحبتي صاحبتي من زمان قلت لها ماما من بعد ماما قالت لي اجي سولة تفكر مرا عيب تما جرات ماما حتى وصلنا للطبلة عندهم وانا غير حاني راسي مضاربة غير معجلي جليلي نجي حتى وصلت لعندهم هي تبتسم خالتي شريفه وقالت لي تبارك الله تبارك الله تبارك الله صلات على النبي تبارك الله شحال كبرتي يا غزاله خليتك باقا صغيره انا اللي شفت في المراه وابتسمت راسي وين تق أشرف وقال أوكي بلاد هاد العرس تيسيس فاروق قال هنينا والله حتى تساس راسك تشوف أوف على الشهبة اللعبة. فاروق غير سمع الشهبة طاحت في غير الشهبة ديالو هز عينيه بتقالة وبنت لمو مع نقاشي بنت وكتسلم عليها عاود هز عينيه جيت العروسة وبدك كيدقق عاد هز عينيه السيد وبدك يشوف العرس مزيان بنتلو هادي هادي الموظفه اللي في البنكة رانيا عاود دور عينيه جهزها وقلبك يضربك كي كل ما يمكن تكون هذه كلها صدفه ما ان هزت امينه راسها حتى جات عينيه عليها هي اللي كانت حانيه راسها وكتضحك ابتسمت لاله شريفه وقالت هذه بنتي سميتها لمياء درت تسلمت على البنت هي تقول ولادي هزت عيني بابتسامه كنت كانت كنت كانت صدم فاش الاستاذ فاروق جالس فاروق غير دارت لعندو ويطلع فيها حاجب اما انا بقت مصدومه في اللحظه قلبي مشوجة قلبي اللي ودق ودقاته وانا كنشوفه هو قبالتي بكله بطولتو بديك تغبيشة ديالو واسهمته ضحك ويقول اشرف واشرف شكون هذه اشرف كي يكون من البيستاش قال شكون قرب لعنده ويقول يقول هادي هي شربتني فيها كره غير ويخرج لي عينيه قال هوي لي وبدا كيكيكيكي بالضحك وكيضحك بقى داك خوه كيضحك وانا نشوف فيه تنواني لا لا شريفه بقات كتضحك وقالت لي هذا ولدي اشرف وهذا فاروق حركت لهم وقلت متشرفين ما تيجي يدي نسلم عليهم سلمت على فاروق وانا حشمانه وانا نحيت يدي دغيا في حين فاروق اللي ما سخاش يحيد يديه من يديها وانا ندور عيني جيت اشرف ويقول لي مادام لي فيها غير قالها لي وليت حمرا غادي نترتق وانا نخرج في عيني حين هو اللي بدا كيضحك وقال لي كنضحك معاك مركت هربت من حداهم ومشيت جلست في الطاوله بعيده كل شوي نهز عيني جهته ولقاه كيشوف فيا طيله العرس وفاروق غير مقابل رزقه لالا شريفة قالت تبارك الله صلاة على النبي الغزالات البنات كديرين هنا وين عندي جوج شبان على مزيناتهم ما بغني نطق أشرف وقال واخلينا بعدا الوالدة نتخيرو أما فاروق اللي قال <applause> إيوا راني ناوية الوالدة لا شريفة قالت رب ربي يا ولدي هي تفهف أشرف وقزت في الكرسي حتى ولدها وقالت له غير شيري يا ولدي على الدرية والدرية أنا مخيرات كل ولدي فاروق ضحك وقال وذا لا لالا شريفة قالت علاش لا نهار الكبير هو اللي ولدي فاروق حكى على ويتكلم بجدية وقال <applause> من بعد الوليدة بلي ما يكون غير الخير أشرف قال هي نويتي فاروق حرك راسه وقال ولكن ما نقولش الوليدة خلي الهضره درم بين رجال حسن نظر مع بها ويكون خير ايوه ما علينا نات بطلتنا ناشت حات ما خلت ما دارت وفاروق غير مقابلها غير أن فاروق شغا غنقول لكم ما ساعتين في العرس ويوقف خارج أنا اللي هزيت عيني بقيت متبعاه حتى اللي لي خارج هزاني جيتي ويغمزني وخرج درني قلبي بقى فيا الحال ما كرهتوش كون بقى في العرس وانا حاني راسي حتى وصلنا ميساج دخلت بسرعه فاش لقيتو من عنده قال نقسم نشطيح انا كنت غير مشيت ادري ما بغيتي راني خليت خويا تم عقدت غو باشي وانا نقول وش كنت علي تحكم فيا فاروق ضحك وقال لي الا بغيتي تعرفي شكون خرجي لعندي انا اللي بقت كاسة فتره وكندور في عيني اما اشرف غير كيقلب عليها وشكون من غيرها على زهره اما بدلت اللي مع ليلها ومشات خرجت لها لبرا امينه اللي كدور عيني يمين شمال كتقلب عليه حسسناها ليها بدات يا سيارته بان لي خاوي بعد ما كل عمي خالي ومشيت غدا. وقفت حد السياره ويضحك نزل من الطوموبيل ويقرب لعندي وقال لي يجي سوينا بزاف انا اللي حسن حنيت عيني وعاوزة زيت فيها أستاذ فاروق قالي ششش يا قلت بلي أستاذ غير في الحصه م? انا اللي مرقت فاروق قال لي امينه نقدروا شويه قلتلو له ها واخا شو ندور عيني قلت بصراحه نخاف يخرج شي شي حد من العائله ويفهمنا غلط ما حسيت غير جرني ويركبني في الطوموبيل اركب من الجهه الاخرى فاروق فاروق قال لي ما تخافيش غادي نهضرو من با خمسه ديال خص قدرت تهبطي قلت واخا قرب لعندي وقال لي <applause> بصراحه غادي نجيك انا بنت الناس بلا لف بلا دوران انا ما عارفش لا كيفاش ولا علاش ولكن اللي عارف هو قلبي ارتاح لك وبغاك وليت كنشوفك انت هي إيه المراه ديال الدار وانت المراه اللي نتزوج بيها وندير معاها عائله قلت له كيفاش فاروق حكى على وقال لي نقدر نكون صدمتك قلت كتلو... له شوف الا كنتي كدير هادشي غير باش تنتقم مني هلا فاش قلبتك وخليتك تقاد لي فارقت فاروق ضحك ويحط يديها على شفيفه وقال سكتي هاد البنت انا راح وجنونك اللي استاني. قلت كتلو... له وزاما انا نشتي في انستغرام فاروق ضحك وقال لي ولو تجمعني سألكم كله حتى وحدة ما تعمر لي العين كيف ما مع مراها انا اللي حشمس وزدت في عيني وقلت له بصراحه عليا فاروق قال لي اجي انا جيت عندك انتي الاولى وتكلمت معاك باش الا كنتي يعني كتشوفي علاقتنا بجديه من الاحسن ما نطولوش ونديرو خطبه رسميه اش بان لك انا حنت راسي وانا متوتره وقلت وكتلو... <applause> له نفكر نرد عليك فاروق بسات واحدة يحط ليدي على يدي وقال لي امينه قلت ام كوني اكيد عمرك غادي تندمي انا اللي ابتسمت ليه يلا هز بغي يقبلها حتى كنقفز فاش سمعت واحد الخبط على الطوموبيل حمزه وشي دراري اللي قربوا وقالوا قشع قشع على مرسيدس الاخر قال صورني صورني حداها ويلي انا شوتي خويا حمزه اللي متكي على الطوموبيل وكيتصور حداها وانا كنت ناري اللي عندك يشوفني اما فاروق اللي جاه تحت قال لي صبر اصبر نهبط عند الدراري نقول لهم يدخلوا يتصوروا فيها لداخل يلا بغا يحل الباب ونشوف قلت له راه خويا هذاك فاروق قال لي عندك نسبب لك في شي مشكل قلت له صافي تسببتي دابا غير سكت بقيت جالسه كنترهد وانا مقابله خويا خويا يمشي قربت جهته وبديت كنطل اما فاروق اللي دور عينيه جيزها ضحكات بطريقه كيفاش كتطلع ليهم هو يشوفها ما حسبه غير قرب ويبوسها في حناكها انا اللي تصدمت وطلعت كل فاروق فاروق قال وعيون فاروق وسر يا ايام وجي يا ايام فاروق اللي وعد اوفا وامينة اللي كانت ليه زوجة صالحة جاب والديه وخطبها وكبروا بيها وسوا والديها كبروا بيهم ودس كل شي بسلام وتزوجوا على سنة الله ورسوله ودا بربي رزقهم بثلاثة ديال الوليدات آية جوج توام دراري وبنيتا باتتنا اللي كملت قرايتها غير انها ما قدرت تخدم دابا كتصنع حتى كبروا وليداتها شويه وشدوا فراسهم وديك الساعه دير ليها مشروع اما فاروق اللي باقي في التعليم كيقرا جوج المرات في الاسبوع وباقي الاسبوع كيهتم بالاعمال ديالو هو مرتو ساهرين وحاضرين أنهم يربي وليداتهم تربية حسنة ويشوفوهم فين بغاو كيبغيها بغيها وحتى هي كتموت عليه فاروق اللي سندخل الدار وهو عيان من تعب ديال الخدمة كيبالو الظلام تلام أأ أه؟ هادي تسوتي العشا غيكونو نعسو وهو غادي حتى كي الشمع في الأرض ضحك ويقول أمينة حسبت امينة الأمينة بواحد الفستان بيض وراقي وزوين كتسنى فيه قرب لعنده وجرها من خاصرها وقال الأمر أمر داري أمينة ضحكت وكانت له الحبيب الحفيف ويقول يا ناسي دراري ضحكت وقالت له نعسهم ولكن بره هو ما بغاش نعس رخلي عند ماما بقى كيضحك ويقول يا شويتين مع راسكو قلت توحشتك ضحك ويقول لي حتى انا قلت له هي سياك بزاف الخدمة ما, ما كتقاداش جريت من يديه ومشي نقصنا واحدة له لاشا وخصنت عليه بمساج لي حيد ليه العيا وهذه هي الحياة قلت فاروق وأمينة كيف ما فيها الزوين فيها الخايب كيف ما فيها الحلو فيها المر ويد في وبتفاهم فاروق اللي كيهتم بأدق تفاصيل ديال مراتو وأمينة اللي كتسهر على راحته ولا سعادته بجوج بيهم مكملين بعضهم الحماق ديالها باقي حاضر ولكن هذه هي الحياة وهنا غادي نقول لكم نخليهم مع وليداتهم ومع دارهم ومع حياتهم الزوجية ونقول لكم النهاية كنتمنى كنتمنى من كل قلبي أن القصة تكون نالت الإعجاب ديالكم تكونوا عشتوا وما ومع أحداثها ومع شخصياتها تكونوا ضحكتوا وفرفشتوا على قلبكم وعشتوا مع جميع المشاعر والله وكنت منا كنت منا تخليوا لي فليكم انتر القصة شوفوا خليوا لي اكتر لقطة ضحكاتكم في القصة صافي وكم بغيكم بزاف تسلوا لي فراتكم كانت معاكم قناة حكايات سناء مع السلامة